شوف هو مبادرة لوقفة احتجاجية ومعرض احتجاجي من الفنانين التشكيلين الشباب في غزة، وهي مبادرة مجتمعية أكثر بحيث انه احنا نوصل للعالم انه هذا المكان قديش هو مهم وبيحمل ذكريات لنا كفنانين، سواء عرضنا فيه او شاركنا بمعارض جماعيه او ندوات ثقافيه، رغم انه هو تدمر انه احنا راح نعرض اعمالنا على هذا الركام. انا جاي هنا عشان اعرض لوحتي اللي تعبر عن القوت، جايين نعمل احياء لقريه الفنون والحرف اللي تم تدميرها، واحنا يعني مستحيل هذا الاشي مستحيل يخلينا احنا نوقف رسم، احنا بالعكس هذا بيعطينا عزيمة واصرار.